بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف فيلر، رئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه طنجه تطوان الحسيمه. كما تشوفوا في البرنامج ديال الايام التجاريه اللي كتنظمها غرفه التجاره والصناعه والخدمات جهه طنجه تطوان الحسيمه، عندنا هذا اللقاء حول المستجدات القانون الماليه، واللي كتنظموا بشراكه مع المديريه ديال الجهويه ديال الضرائب والمديريه الجهويه ديال الجمارك. وهنا كتلقى جميع التجار اللي كيجيو باش يعرفوا اشنو جا جديد في القانون الماليه ديال 2023، وباش يسولوا الطاقم الاداري ديال المديريه ديال الضرائب اللي موجود هنا باش على جميع التساؤلات اللي غيطرحوها عليهم، وجميع المستجدات باش يشرحوهم بالتفاصيل كيف يعرفوها باش ياخذوها بعين الاعتبار في السنه الماليه ديال 2023. المنطقه الحره، بالنسبه للمنطقه الحره كما كتعرفوا بان عرفت واحد النجاح كبير في الافتتاح ديالها، واللي عرفوها التجار ديال المنطقه كاملين ديال الجهه كاملين، واللي زاروها من جميع المدن سواء من طنجه ومن الحسيمه من الشاون والزان والعرائش، وجميع المدن ديال الجهه جاوا وزاروها، وكذلك كانوا حتى من الرباط ومن مدن اخرى حتى من فاس جاوا كيزوروها. وان شاء الله هذه كنعتبروها واحد القاطره ديال التجاره لهذه المنطقه ان شاء الله، اللي غتخلق واحد الرواج واحد الرافعه ديال التجاره ان شاء الله في المنطقه.